الوجوه نفسها حضرت إلى الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية. العدد لم يبلغ نصف أعضاء المجلس، والجلسة رحلت بصمت إلى 2 تموز المقبل. داخل القاعة وخارجها اجتماعات ماراثونية حولت قوة الدفع باتجاه سلسلة الرتب والرواتب. لقاء جانبي جمع الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بوصعب والنائبين جورج عدوان وجمال الجراح، ثم لقاء مطول وموسع جمع بري والسنيورة ووزيري المال والتربية والنواب الحريري وعدوان والجراح. بهية الحريري توقعت قرب إقرار السلسلة، وأرقام وزير المال تؤكد له ذلك. ربنا كتير إلى من التوازن لتأمن برأينا في وجهات نظر. رئيس سنيورة بده يستكمل نقاشه على مستوى فريق 14 أزار. نتمنى أنه بكرة كل الكتل تكون موجودة بالجلسة لحتى نقر السلسلة. الرئيس السنيورة ليس متأكدا لا من أرقام السلسلة ولا من انعقاد جلستها. ممكن لا الليلة من بده يكون في تداول زيادة، تداول بين الجميع على أساس أن يكون فيه العدالة بين الأسلاك، أيضا خفض مجموع الإنفاق، وأن يكون فيها الواردات التي تؤمن التوازن. كنعان حسم التوازن بكلفة وإيرادات السلسلة على الليبرا، وبصعب أكد أن الإيرادات تأمنت من دون زيادة التفئة. الزبدة اللي ظهرنا فيها هلأ هي عرض موجود، هذا اللي جاي ناطرين جواب عليه، بيشمل 6 درجات وزيادة العسكر والحفاظ على الحقوق للإداريين. اللي توصلنا له بكل النقاش أنه صار في توازن بين الإنفاق والإيرادات، أخدين بعين الاعتبار 6 درجات، ولكن دايما بنرجع بنلاقي العائق قدام آخر فشخة لازم ناخدها دايما كانت عم ترجع للـ6 درجات. إذن مصير جلسة السلسلة بقي عالقا على عقدتين. وفق مصادر نيابية فإن فريق التكتل والثامن من أذار ينتظر إجابة 14 من أذار على مطلب الدرجات 6 للأساتذة، وفريق 14 من أذار ينتظر إجابة الفريق الآخر على زيادة 1% على التفئة، وإذا تمت المقايضة بين المطلبين تعقد الجلسة وتقر السلسلة.